2020 جمعة مساء الخير متابعينا على قناة تاسعة، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من غضيف ونوف وعودة على أبرز المستجدات الوطنية بحضور كل من ناجي الزعيري، محمد الحمروني ولطفي العماري. أهلا وسهلا بكم، مرحبا لطفي. مرحبا محمد. مرحبا ناجي. مرحبا مساء النور. مرحبا بكم. البارح كنا هزيناكم للقيروان وكان التغطية خاصة خصصناها لمدينة القيروان ومن تطورات الوضع الصحي هناك وتطورات ميدانية كان وفانا بها أول بأول في بوان نوف. زميلنا زيد الزايدي اليوم الوجهة باش تكون بيجا، ماذا يحدث في بيجا؟ شنية الحالة والوضعية الوبائية هناك وشنية الإجراءات المتخذة لمقاومة انتشار الفيروس هذايا؟ بعد شوية نكتشفوه مباشرة من ولاية بيجا. نحكي على وساطة لطفي زيتون أيضا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورشيد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، لقاء مرتقب على ما يبدو بين الرجلين. هذايا باش يكون موضوع النقاش في الجزء الأول بحضور كل من رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي وأيضا ليلى حداد النائب عن حركة الشعب، وفي الجزء الثاني نحكيه على الخروقات داخل السجون ومراكز الإيقاف وأيضا تجربة كتاب دليل السجون بحضور فتحي جري رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. والبداية بأبرز العناوين الإخبارية. مرحبا بكم. الانطلاقة الليلة تكون من بيجا اللي تشهد أيضا وضع صحي خطير نتيجة ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس وأيضا ضعف الإمكانيات اللي يعانيها المستشفى الجهوي بالجهة ما أدى إلى وفاة عدد من المصابين. الوضعية إلى خصها دكتور رئيس اللجنة الطبية ببيجا محمد علي بغلبة. نحن في وضعية حرجة تكاد تكون كارثية، عندنا نقص في المعدات الثقيلة معناتها لي ديسبوزيتيف ميديكو، عندنا نقص في الأعوان كسوا إطار طبي ولا شبه طبي وإلا فنيين ساميين في الإنعاش. علاش هذا الكل؟ للتنامي و لوغمونطاسيون دو نومبر دي كا نتاع نتاع الكوفيد. الحاجة السبيسيفيسيتي اللي موجودة توا اللي ما كانتش عندنا في الموجة الأولى والثانية اللي الكا ولاو حاد حاد جدا، معناتها وقت يوصلك المريض يوصل في حالة حرجة صعيبة. باش نوريك الحجم نتاع العدد نتاع الناس تجي من اللي كنا نناويو في 10 ولينا 75 في ظرف 6 في ظرف 6 ايام. على ذاك انت سيادتك وقت اللي تجي تصور تلقى الحالات هذوك مزيان خاطر ما عنديش وين نحطهم وين نسيت لي بوتي دوكسيجين. على هذيك نحن قاعدين نناديو ونداء استغاثه باش يعاونونا. الوضع في بيجا باكثر تفاصيل مع زميلنا زيد الزايدي مبعوثنا الى ولايه بيجا. مساء الخير، اهلا وسهلا بك، مرحبا. مساء الخير ملاك، مرحبا بكم بضيوفك ومشاهدينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم. اطلاله جديده هذه المره من ولايه بيجا، تحديدا من مقر الاداره الجهويه للصحه ببيجا لمواكبه اخر المستجدات لنا في ولايه بيجا. الحقيقه كل المعتمديات ذات مؤشر اختطار مرتفع جدا للاسف. الوضعيه الوبائيه حرجه نظرا لضعف الامكانيات لهنا. هذا كل باش نتناولوه مع المدير الجهوي للصحه بولايه بيجا سي الياس عمار. مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع مشاهدين قناة السحر. ما شاء الله ربي يبقى علينا الستر. احنا في الاصل نحب الاطلاله هذه مع تنحية على جميع المواطنين نتاع تونس الكل وشورتو في المناطق اللي فيها ذات اختطار كبير اللي هم اربع ولايات توا ولوا معروفين: ولايه القيروان، ولايه باجة، ولايه زغوان، ولايه سليانه. اللي نحب نقوله انا بالمناسبه هذه وان احنا في ولايه باجة الوضعيه نتاعنا ولت وضعيه حرجه جدا، لأن المؤشرات اللي نتبعوا فيهم هم مؤشر نتاع مع عدد المصابين بالنسبة ل 100 ألف ساكن. إذا نتكلموا على 400 هو في الأصل 100 يولي يدخلنا في الخطوط الحمراء. الرئاسة الحكومة قالت 400 باش نعملوا الغلق الشامل. احنا في باجة المدينة وصلنا ل 700 في ال 100 ألف حالة، وهذا يحب يقول كل شيء معناتها في الوضعية نتاعنا. ثانيا المؤشر الثاني واللي هو زاد مؤشر بالنسبة لنا احنا يرهق المنظومة الصحية هو المؤشر متاع سرة الأكسجين وسرة الانعاش. احنا في باجة من 11 سرير متاع أكسجين في شهر
طورناهم الى 80 فرش للاكسجين، وهال 80 فرش هذوما تو لقيناهم على خاطر في وقتهم، لانهم البارح والبارحه الاولى كانت عندنا 78 حاله موجوده في المستشفى مع زوز حالات اللي هما حالات معناتها نتاع وضعيات حرجه ونتاع انعاش. هذايا بالطبيعه كما قاعدين تشوفوا معناتها المؤشرات هذيا ولت بخطر. لو كان نزيدوا المؤشر الثالث واللي هو زاد مؤشر خطير جدا وبالنسبه لنا احنا يفطرنا قلوبنا، ومؤشر معناتها يقلقنا هو مؤشر نتاع الوفيات. في باجه قاعدين نلاحظوا انه ولينا في النهار عندنا اكثر من ثلاثه واربعه وخمسه وفيات في نفس النهار، ولكن الوفيات هذيا اللي احنا نترحموا عليهم ونتمناوا انه ربي ان شاء الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. هالوفيات هذيا ولت وفيات نتاع ناس صغار في السن. كي نقول صغار في السن، البارحه الاولى توفت بنتنا واللي هي ممرضة في المستشفى الجهوي بباجة وفي قسم التوليد بالخصوص في العيادات، واللي هي نحب من الموقف هذايا معناتها نترحم عليها، لأن كانت امرأة معناتها طيبة جدا وامرأة صبورة لكنها صغيرة في العمر. توفينا عون أمن مع الناش توا ثلاثة ولا أربع أيام، توفينا رجل عمره 59 سنة في مجاز الباب، 49 سنة في مجاز الباب البارح. معناتها كيما قاعدين تشوفوا الأمر ولا خطير. هذايا علاش ولينا احنا توا نقولوا راو لازمنا في باجة ننتبهوا شوية، لازمنا في باجة نفيقوا شوية. مادام قلنا حجر شامل يلزم يكون حجر شامل، وهذا اللي باش يساعدنا مع التلقيح بطبيعه الحال باش نقصوا من خطوره هالوباء هذايا، من الانتشار نتاع هالوباء هذايا، وباش اهم حاجه نحافظوا على ارواحنا ونحافظوا على الذات البشريه ونحافظوا على الاعزاز علينا. سيلياس، لاحظنا بكري اثناء زياره معاينه للمستشفى الجاوي، لان لاحظنا انه مازالوا ثم برشا ما عندهم قوارير يعني الاكسجين مازالوا لبرا، معناها ما تمش ايوائهم داخل المستشفى. صحيح، هذه صحيح الرمارك هذه والملاحظه هذه، لكن علاش احنا خلوهم البرة؟ على خاطر كما تعرفوا فما الناس كل اللي تسمع بالتري اللي هو باش يخول لنا باش نفرقوا ما بين الناس المرضى بالكوفيد من الناس اللي ما هماش مرضى بالكوفيد وعندهم حاجه اخرى. خاطر ينجم انسان يكون عنده بار اكزومبل اونجين ويجيك عنده سخانه وعنده جريج متوجع، ولكن مش يلزم فورسيمون يكون عنده كوفيد. هذاك علاش احنا ماذا بينا ديما نفرقوا ونعملوا في التري هذا اللي خلينا، وانا ساعات كي نعملوا له سكانير ولا كي نعملوا له بي سي ار يلزمنا ننتظروا ساعات حتى 24 ساعه باش تكون عندنا الريجولتا، لانه ساعات تحليل التقصي الرابيد السريع ما يعطيناش حاله ايجابيه، ولكن تلقى عنده الاعراض الشخص هذاك اللي خلينا يلزمنا نستنوا. احنا توا واليوم سمعنا البشره وانه باش نعملوا هالمستشفى الميداني اللي باش يخول لنا هالحالات هذوما، نعملوا لهم بلاصه في المستشفى الميداني وهكاك نحفظوهم على اللي قاعدين انتم تشوفوا فيه. وقتاش يتم ارساء المستشفى الميداني هذا؟ لانه حد الساعه ما ثم شيء راهو في ولايه باجه. صحيح، انا اليوم توا كلموني الوزاره وغدوه ان شاء الله 8:30 باش يحل بيناتنا وفد فيه سيد عميد اللي مكلف بانشاء المستشفى هذايا ونحضروا الحكايه هذه. اليوم توا قبل ما اجيكم كنت في اجتماع مع السيد الوالي ومع السيد رئيس البلديه، واش سمعنا باش نحضروا ثلاثة أربعة أماكن باش غدوة كي يجينا الوفد إن شاء الله 8:30 هما وعدوني باش يكونوا بيناتنا، يكونوا احنا ذلك عندنا ثلاثة أماكن باش نوروهم لهم، وبعد تالي ناخذوا القرار وين باش نعملوا هالمستشفى الميداني هذا، وإن شاء الله يكون في القريب العاجل إن شاء الله. على كل حال نأمل أن يكون أنه يتم إرسال المستشفى الميداني. فقط أريد أن أسوق ملاحظة ملك بإيجاز، راهو المستشفى الجهوي في ولاية باجه للأمانة، وأنا شفت مستشفيات أخرى ينجم يكون مستشفى محلي او اقل تصنيف من مستشفى محلي، الحقيقه امكانيات ضعيفه برشا، وعليه ان شاء الله ربي يوفق كل الاطار الطبي في تجاوز المحنه هذه، لانه للاسف بصفر امكانيات ما نجموش يواجهوا الوباء هذا والوضعية هذا. قداش من سرير انعاش في باجه مليك لو بزيد؟ سؤال موجه لي، قداش حاليا ثم من سرير انعاش في مستشفى باجه؟ ملاك للأسف الشديد يعني هي المعطى المؤكد أنه ثم زوز أسرة إنعاش فقط في مستشفى الجهوي بباجة. تخيل أنت الوضعية بتاع زوز أسرة إنعاش فقط موجودين في مستشفى في ولاية كاملة، تقريبا كل المعتمديات كما قلت ذات مستوى اختطار مرتفع جدا،
ولك أن تتخيل المشهد لهنا في باجة. شكرا لك زميلنا زايد زيدي، كنت معنا مباشرة من باجة. هذا هو تقريبا الوضع محمد، وانت تحكي على أسرة الإنعاش، نحكي وزيدة على أسرة الأكسجين أيضا. الضغط كان كبير عليهم في المؤسسات الاستشفائية العمومية بمختلف ولايات الجمهورية. إذا كان نجموا نشوفوا الخريطة وتوزيع الأسرة هذه، تقريبا في كامل تراب الجمهورية بقالنا تقريبا 50 سرير فقط، 50 سرير أكسجين. مثلا صفاقس 11 بلاصة، 10 في تونس الكبرى، 9 القروان، 6 مدنين، 4 جابس، 4 توزر، 2 جندوبة، 1 بنزرت، 1 قفصة، فرش في تطاوين، وبلاصة في سليانة. هذا فيما يخص سرة الأكسجين. إذا كان نجموا نشوفوا التوزيع تقريبا، خريطة هي بالألوان، يعني من الأحمر اللي هو تقريبا طاقة استيعاب 100%، ونمشيه بالتدرج لين يفتح اللون. تقريبا اشتر الخريطة لونها غامق محمد، هكتر هكتشاهد فيه. يعني هذا في أسرة الأكسجين، فما بالك اللي هي نورمالمون أكثر برشا من أسرة الإنعاش، فما بالك الوضعية في أسرة الإنعاش. أكيد أن الوضع كارثي في أكثر من ولاية، ويجب الانتباه، لأنه حالة الانتشار هذه نحن سمعنا اللي السلطة الصحية باش تعمل هالتقطيع هذايا نتاع الفيرسيون جديدة، هذه الطفرة جديدة في القيروان. نتمنى انه يكون تحصلنا على الاقل سلالة جديدة، تحصلنا على النوعية نتاعها. يبدو اننا امام سلالة جديدة خطيرة جدا، ما نتصورش اللي هذه هي نفس السلالة اللي واجهناها منذ بداية الكارثة. في القيروان حديث على وفيات لدى حتى اطفال وصغار السن، ثم سرعة انتشار، وكما كان يقول الدكتور من باجة الأعراض حادة جدا. فما شكون معتها سمعنا اللي معتها لم يمهله المرض تقريبا 3 أيام. دونك هذه احنا أكيد أمام سلالة جديدة خطيرة جدا قاعدة تنتشر في المناطق الداخلية، ولابد من الانتباه. لابد أن المواطنين أولا، خلينا ساعة وبعديك نجيو للجهات الرسمية، أما المواطنين التباعد والتلقيح هذوما اساسيين قبل بعديك اكيد فما مسؤوليه للحكومه واحد، ولكن المواطن لازم ياخذ امور بيديه. شفنا صور في باجة في الحجر الشامل، والناس مازالت في الاسواق. يا ولادي راهو ماهوش معقول، راهو خطير جدا. احنا الان مع سلاله جديده، هذه سلاله يبدو مازلنا ما تاكدناش رسميا، مازالت في مرحله تقطيع الجيني والنتائج مازالت. اعطى نسمو وزير الصحه هذه سلاله جديده وسلاله لا ترحم. معناتها تشوفوا يعني ما جرى في القيروان يعني شيء مهول حقيقه. من بين الاسئله اللي تطرح على مساله الحلول، ثم شكون يقول لك يدعو الى اعلان الولايات هذه برينسيبالمون اللي فيها حجر صحي شامل اعلانها مناطق عسكريه معزوله مغلقه، كما مثلا هذا النداء اللي وجهه اليوم النائب خالد الكريشي. وثم زاد اللي يسال يقول لك وين مجلس الامن القومي، علاش ما انعقدش الى حد اللحظه؟ فعلا كي تسمع الكلمه اليوم تاع السيد وزير الصحه تحسها اللي هي نداء استغاثه، تقريبا هي تعلن في عديد الولايات كمناطق منكوبة اليوم في تونس. خلينا نقولوا أنه شيء ما فاجأناش، كنا نعرفه، ربما الوتيرة تسارعت وبدأت اليوم تطال 4 ولا 5 ولايات هذا الإعلان الرسمي. لكن أنا متأكد اللي الوباء بصدد الانتشار في بقية الولايات، لأنه الإجراءات اللي قاعدين ناخذوا فيها احنا، معدل التلقيح صراحة ضعيفة وضعيفة جدا. يكفي باش نقول لك أنه ترتيبنا في معدل التلقيح نجيو بعد لبنان على سبيل المثال، اللي تشهد في وضع سياسي معطل وتشهد في وضع معنى اقتصادي تقريبا منهار، ومع ذلك لبنان تسبقنا في مسألة التلقيحات. أنا في اعتقادي أنه لابد من مجهود خارجي. اليوم انتهت حلول الأرض في تونس، هذه الإمكانيات اللي عنا كنت تستعرض لنا في عدد الأسرة وأجهزة الأكسجين، نعرف حالة المرفق العمومي بصفة عامة، المستشفيات الجهوية في كل مناطق الجمهورية وصلت 100% طاقة الاستيعاب، وهي بيدها مستشفياتنا، معناها في حالة نعرفها الناس الكل. اليوم أنا مستغرب علاش العالم قاعد ينظر لنا
بكثير من اللامبالاة. بصراحة احنا اليوم كأن كالكوتا في الهند، شفنا كيفاش العالم كامل اهتز ووقف إلى جانب الهند. اليوم مفروض أن احنا نوجه نداء في شعيب، هذه أرواح نتاع عباد، نحكيو على 15000 والرقم ماشي معناها في صعود. دونك بصراحة يلزمنا مساعدة خارجية لأنه إمكانياتنا الذاتية محدودة ومحدودة جدا. هذا ملف علاقات خارجية بامتياز، مش جوستومون مش اليوم باش نتعاركوا مسؤولية شكون وعلاش بطينا وكيفاش ما خذيناش وما عملناش وكذا. بون تو سا يرجع هذا النقاش. اليوم فما إرجانس، فما ناس قاعدة تموت في اللحظة هذه كي باش نبداو احنا الحصة حتى للثمانية. عندنا ناس في اللحظة هذه قاعدين يموتوا، وناس أخرين قاعدين يختنقوا، وناس أخرين قاعدين يتصابوا. وبالتالي اليوم يلزم حل جذري، يلزم الناس اللي واقفين على البلاد هذه يحطوا اليد في اليد ويتوجهوا للعالم ويقولوا نمروا بظرف صعيب طالبين المساعدة. ما فيهاش عيب هذايا، سبق وقفنا احنا مع شقانا في عديد الدول في عديد المناسبات واخرها كانت مع ايطاليا. اليوم على الاقل كي ما نجموش نغيثوا التوانسة على الميدان، على الاقل نطلبوا المساعدة. ما فما حتى عيب في شيء. تحكي على تصريحات وزير الصحة، خليني نذكر بها لطفي، يقول معدل الإصابات بالكوفيد 19 يبلغ 203 حالات على كل 100,000 ساكن. معدل احنا نتاع نقولوا تو دانسيدونس، معناتها نسبة ظهور المرض في تونس حاليا هي 203 حالة لكل 100,000 ساكن. ثم أربع جهات فاقوا 400 حالة ل 100,000 ساكن اللي هي تعرفوها زغوان، باجة، سليانة والقروان. كذلك ثم ولايات قريبة للحد هذايا كما منوبة، كما القصرين، كما سيدي بوزيد، اللي تستوجب الجهات هذه أخ تدابير أكثر صرامة حتى لقد ما إن شاء الله ما ينتقلوش إلى مستويات أرفع من هكا، ومن تو ياخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة حتى يتمكن الجهات مش بوريفيتي ما تتطور الحالة الوبائية في الجهات نتاعها. احنا عملنا لونكيت دو ديبيستاج نتاع المناعة الجماعية في تونس، وظهرت النتائج الأولية حوالي 30% من التوانسة عندهم مناعة ضد الكورونا. والجهات اللي ذكرتها قبيلة أثبتتها الدراسة اللي المناعة متاعهم هي عندها نسبة أضعف من المستوى الوطني. ممكن هذا يفسر انتشار الكثيف للمرض في الجهات هذه. وزير الصحة يقول أنه السلالة الأكثر انتشاراً في بلادنا هي السلالة البريطانية، وأنه لم تسجل أي إصابة بالسلالة الهندية إلى حد اللحظة. كثفنا في حملات التقطيع الجيني حتى نتعرفوا على السلالات الموجودة حالياً. إلى حد الآن السلالة البريطانية هي اللي طاغية على كل السلالات. إلى حد الآن ما عندنا حتى تحليل ثبت فيه اللي ثم سلالة هندية. صحيح المعطيات الخطوره نتاع الوضع والكل دل اللي ثم نوع من السلالات ممكن تغير. حاليا قاعدين كثفنا في التقطيع الجيني، ما انت تخرج اي نتيجه كما تعرفون. احنا معاكم صراحة ما نخبيو حتى شيء على المواطنين نتاعنا، كل ما عندنا معطيات نمدوكم بها في الابان. الى حد الان ما ثمش حتى معلومه تقول ثم سلاله هنديه في تونس. المساحات الخاصه سيد رايل اذن باش التسقير، دونك هذا ننتظروا في النصوص الترتيبيه. ما تعرف تسقير في امور قانونيه، في نصوص تخرج في مش هكاك ما تسخر ما تمشي فوق الكلينيك. دونك ثم اجراءات قانونيه تعمل، واحنا في كل ونستحقوا دونك باش نطبقوا التسقير هذا بصفه قانونيه. به هذايا يقول وين نستحقوا باش يتم تسخير المساحات الخاصة ناجي في انتظار صدور الأوامر الترتيبية أو النصوص الترتيبية. يعني ديما دي العقبة نتاع البيروقراطية الإدارية والنصوص. ثم وضعية نستحقوا فيها أكثر من الوضعية اللي احنا عايشينها اليوم. شوف يقول كي نستحقوا. راهي قاعدة عامة مانيش عارف توا سيد وزير الصحة غابت عليه هذه، والا ما نعرفش شنو المشكل. باقي راهو تو نحاولوا نفهم شنو اللي قاعد يصير. راهو في ظرف استثنائي تتخذ اجراءات استثنائيه، كل الاجراءات في الوضعيه او في الظرف الاستثنائي تكون استثنائيه، سواء في مستوى التشريعات ولا الاجراءات او في مستوى توفير التجهيزات. مش عارف يعني عمليه التسخير علاش بطات وعلاش يعني مش وضع عادي. يعني باش تعديها على السيركوي العادي مانيش في ظرف عادي. راهو شوف غير هالخريطه اللي كنت توري فيها ملاك، واللي هي راهو فما بعض المناطق
وصلت فيها نسبة الضغط إلى ما يقارب تقريبا 140 أو 150%. يعني فتنا طاقة الاستيعاب في بعض المناطق خاصة في القيروان، ووصلت نسبة المرضى اللي ما لقاوش وين يعني أماكن أو أسرة معناها لإيوائهم تقريبا في تتراوح بين 10 وتقريبا حوالي 30%. ويعني وهذا تأكدوا حتى المشاهد، أنا بالحقيقة اتصلت حتى بالناس يخدموا في قطاع الصحة العمومية في بعض المستشفيات، وأنا جاي باش نحكي على مستشفى ابن الجزار اللي شفنا الصور الفظيعة، الصور الصادمة جدا اللي شفناها على المستشفى هذا، والناس كيفاش ملوحين معناها في الكلوار، وقصة المرأة اللي جايبينها معناها في كريتا، هذيك المرأة هذيك توفيت عليها رحمة الله نتيجة طبعا الإهمال والتقصير وغياب كل تقريبا الظروف الإنسانية لإيواء مريض يعني الحق الأساسي الأدنى اللي ينجم يتمتع به الإنسان حسب السكوك الدولية لحقوق اللي تضمن حقوق الإنسان غير متوفر. أن الإنسان يلقى وين يتعالج اليوم، فما ناس في بعض المناطق ومنها القيروان ما لقاوش أسرة وين يتعالجوا، ما لقاش سرير وين يحطوه، كميات الأكسجين يعني ماشي وتنقص، وهك تشوف أنت التبرعات مواطنين وغير حتى مواطنين بارك الله فيهم، لكن توا كما قال لطفي محمد معناها يا سيدي كي الحكومة يعني ما تنجمش تعمل مبادرة، ما تنجمش تطلق صيحة استغاثة أو طلب إغاثة من البلدان اللي احنا عاوناهم. ايطاليا يعني تونس تقدمت بمساعدات وايضا باطارات طبيه وشبه طبيه، مشاو خدموا في المستشفى بعض المستشفيات الايطاليه لمده اسابيع. جاء اليوم اللي تونس تطلب فيه المدد، تطلب فيه الاغاثه به. مش نرجع لحكايه راهو فيما يتعلق بنسب الوفيات، خلينا نحكيه على الوفيات ربي يرحمهم. راو إلى حدود 10 أيام التالي تقريبا نهار 10 أو نهار 11 راو عدد الوفيات وصل إلى 103 حالة وفاة في اليوم. اليوم هبطنا شوية ل 78، نهاري التالي تقريبا في حدود 88 أو 89. إيه الحالة ذي عندها مدة، إيه ما تستدعيش توا أنه معناها تصير حالة استنفار يعني من كل أجهزة الدولة من رجال الأعمال، وشو عملية التسخير اللي تتطلب هذه كل معناها تتطلب تعقيدات إدارية يخرج طلب التسخير. وكما عملوا في حكومة الفخفاخ مشاو طلبوا معناها أحكام استثنائية وقرارات استثنائية، وعطاء البرلمان تفويض لرئيس الحكومة أحكام استثنائية. اليوم البرلمان مطالب أنه يعطي يعني يعطي الفرصة أو يعطي الحق للحكومة باش تتصرف استثنائيا، ما ثماش حاجه اسمها ثم الى حد اللحظه حكومه هشام مسالك اداريه، حكومه هشام المشيشي الى حد اللحظه ما طلبتش المساله هذه وما طلبتش مساله كما يا اخي هي تو وقتاش باش يطلبوا تو وقتاش باش يطلبوا التسخير وقتاش يعني شو تو الناس قاعدين يموتوا يعني انت تسمع حتى في وزير الصحه منذ قليل قال لك تستوجب الوضعيه يعني تو يتم التوجه نحو يعني مساله التسخير. ناقل انه معناها وزير الصحه طبيب وعسكري مازال يحكي بالمنطق هذا، يعني ما معنى ننتظر نصوص ترتيبيه، يعني ننتظر نصوص جنائزيه، يعني كل يوم عندك الاعداد هذه نتاع الموتى، الاعداد هذه نتاع الاصابات، الاعداد هذا نتاع المناطق المنكوبه اللي هو في ازدياد، ومع ذلك السيد تقريبا مبتدئ سم ويقول لك اذا استوجب الامر باش نعملوا النصوص تو نعملوها، واذا استوجب الامر معناها التسخير تو نعملوا التسخير. انت بلادك في حاله حرب، يعني غدوه باش نعيشوا حرب اكثر من اللي عشناها اليوم، 15,000 قتيل، انا ما نقولش حاله وفاه، لانه الوفيات اللي تصير في وقت الاهمال هي عمليه اجرام وقتل للدوله في حق مواطنيها. اذا احنا في حق وقت الحرب هذايا وبالعدد هذا وسيادتك وعرفك يرى انه مازال مش وقت نتاع تراخيص ومش وقت نتاع معناها تسخير، لانكم خايفين من اصحاب المؤسسات المستحقات الخاصه
هذا معناها يبرر الفشل نتاع الطبقه السياسيه برمتها، لانه شوف اليوم في حرب والمجهود الحربي يتطلب رجالات حرب. عندك اليوم رجالات حرب، عندك وزير يتكلم وهو متلعثم وهو مدعذر، عندك وزير رئيس الحكومه مخلي اموات القيروان وماشي ماشي يدشن في معرض في صفاقس. اليوم في حاله حرب، مجهود الحرب، يقف رئيس الدوله ويقف رئيس الحكومه والبلاد كامله تقف ويقع تسخير كل بعض. خليني نقول لك واختم من بعض الاشكاليات اللي اليوم استثرات من الوباء في تونس. اليوم عندنا ما يسمى باثرياء الوباء. اليوم عندك البنوك الوطنيه اللي وقفت معها الدوله 4 أو 5 سنين التالي كانت في حاله افلاس وتم ضخ مبالغ طائله لانقاذها، اليوم تعيش في حاله معناها وفره ربحيه كبيره برشا. شركات التامين كيف كيف، مساحات الكبرى كلها هذه مستفادة من العامين هذوما تاع الوباء، يلزم نلقاهم في المجهود الحربي هذايا. وإذا هما ما تطوعوش يلزم رئاسة الحكومة بالنصوص هذه تجبرهم على التطوع وعلى معناها مساعدة المجهود الوطني هذا. هي ثم إشكال حتى كي تتجدد التجهيزات في بعض، خلينا نرجع للمستشفيات العمومية، ما ثماش الطاقم الطبي وشبه الطبي ناجي. مثلا القروان تقريبا فيها طبيب إنعاش، كي صارت المأساة هذه زادوا طبيب واحد آخر وباقي ما هوش كافي. أطباء الاختصاص حتى من قبل الكوفيد كنا نحكيه في نفس الإشكاليات، زاد العنصر البشري ما هوش موجود تقريبا. طبعا توا روى العام هذا الاخراني روى إذن نرجعوا وراو للإحصائيات والأرقام نتاع الأطباء اللي هاجروا اللي خرجوا من تونس. أنا كنهار معناه نقرأ في مناظرة 900 تقريبا حوالي 900 مش تقريبا دو بروموسيون تاع الفاك دو ميديسين دو تونس 900 جوستومون. يعني راهو عدد كبير، راهو صار نزيف كبير، نزيف هجره اطباء تونس اللي صرفت عليهم الدوله وخسرت عليهم الدوله وساهمت المجموعه الوطنيه في تكوينهم حتى يوصلوا اطباء. اليوم راهو يخدموا في مستشفيات اوروبيه، خلينا نبدا واضحين. ثم راهو كي تاخذ مستشفيات، بعض مستشفيات تو مستشفيات القيروان راهو 3 شهور التالي ما كان فما حتى فرش راهو معناها في قسم الانعاش، ما فماش حاجه اسمها قسم الانعاش في مستشفيات القيروان. راهي حاله مكربه، حاله يعني مزريه، راهو وضع مزري. مستشفى في باجه اللي كان تو ينقل منه تو زميلنا، راهو تدخل قسم الاستعجال اللي مشيت له مره، مستشفى قسم الاستعجالي بالدروج يا محمد، دروج عاليه قسم الاستعجالي. لاسانسور جوسكا ماتنون معطب، ما فماش البارح هذه من بين نداءات الاستغاثه اللي وجهها الاطار الطبي وشبه الطبي. الحكومه الدوله يعني مالناش مش ندخلوا كما قال لطفي في يعني وارد تحميل المسؤوليات، يا سيدي ماشي باش تحملوا المسؤوليات، هذه قطاع الصحه هذه تراكمات نتاع سنوات. يلا اما كي الدوله ما عندهاش باش تواجه الوضع هذا، ثم توانسة بارك الله فيهم البرة في الخارج. والله جاتني حتى بعض مكالمات وفما حتى اللي بعثوا لي يحبوا يبعثوا مساعدات تجهيزات نتاع الاكسجين، راهو عدد كبير يعني وقاعدين، ثم منهم اللي قاعدين مش قاعدين. ثم مشكل في الديوان يا ملاك، ثم تجهيزات ما نجموش يعديوها. راهو اليوم فما تجهيزات عندها ايام وايام راقده في 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 اللبرات في الحدود في الديوان ما عديوهاش، على خاطر فك الباباس وخاك الاجراءات المعقده والاجراءات الطويله نتاع يلزم ساعات ويجي الموافقه من وزاره الماليه وموافقه من وزاره الصحه. به خليه وقت يعني، لا ترحم ولا تخليه ورحمه كنا ربي. كنا تابت. حاضرين تغطيه كانت مباشره من القيروان البارح الليله، كنا في باجه، غدوه ان شاء الله تكون الوجهه سليانه والوضع هناك بكاميرا رونديفو نوف. نواصلوا اخبارنا، نمشيو الملف السياسي وتطورات جديده، وان التقى او لقاء منتظر بين رئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي بترتيب المره هذه من لطفي زيتون. تفاصيل بعد هذا الفصل.